جزاكم الله خيرا. أيضا تقول لي ابنة عم تكبرني ب8 سنوات وهي مطلقة ولا تصلي، وفي رمضان تصوم وتصلي، وعندما تقضي ما أفطرته من رمضان فهي تصلي، أما في الأيام الأخرى فهي تترك الصلاة. ماذا يجب علي نحوها بعد أن نصحتها ولم تمتثل؟ كما سبق الكلام في هذا أن الذي يترك الصلاة متعمدا ليس من المسلمين، ولا يجوز لقريبه أن يحبه وأن يوده حتى يؤمن بالله ورسوله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وتارك الصلاة متعمدا ليس بمؤمن، يجب هجره ومقاطعته ولو كان من الأقارب حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم.